لو شفنا خيارات سامي الجابر، حارس تونسي، فاروق مصطفى في حراسة المرمى، بنيطو في رأس الحربة، جمال بلعمري، الأسماء الأجنبية، من خلال ما شاهدته على الأقل في الأيام الماضية، هم مقنعين لك ستستمر لهم فيهم في الفترة الانتقالات الشتوية أم ستغير بصراحة؟ التشكيلة الحالية من اللاعبين أمر واقع عند وصولي للتدريب، وما زال الوقت مبكرا لأي تغييرات. أنا مقتنع بضرورة العمل بما هو متوفر من نجوم وأسماء. أجد المحترفين المتواجدين في صفوف الشباب هم الأفضل من بين المحترفين، والأمر ينطبق أيضا على اللاعبين السعوديين المتواجدين في صفوف الشباب. هذه ببساطة هي قناعتي. عند انتهاء الموسم سنقيم كل لاعب وسنحدد بعدها من يبقى مع الشباب ومن يغادر، ومن يدري لعلي أغادر عند نهاية الموسم مع عدد من اللاعبين المحترفين. تشكيلة الشباب الحالية مختلفة تماما عما كانت عليه عندما وصلت إلى المملكة. يومها كان الشباب قد فاز للتو بلقب الدوري، ويوم حقق النصر لقب الدوري تمكن الشباب من التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين. أسماء لاعب الشباب حينها ليست الأسماء الحالية، فالمحترفون فرناندو كاماتشو والمدافع الكوري إلى جانب المحليين أحمد عطيف وحسن معاذ كانوا لاعبين غير الحاليين. كانت التشكيلة مختلفة تماما. الآن هناك تشكيلة جديدة، والواجب علي أن أتعامل وأتفاعل مع التشكيلة المتوفرة. ناصر الشمراني كان يومها لاعبا أساسيا، واليوم هو قائد مهم ووجوده مؤثر في تشكيلتنا. اليوم وأنت تتحدث عن تقييمك للأمور مع نهاية الموسم، عقدك، في كثير يقولون أنه فقط لهذا الموسم وبعد نهاية الموسم ستنتهي العلاقة. عقدي مع الشباب ينتهي مع نهاية شهر مايو المقبل. سأجلس في وقت لاحق مع الإدارة لمناقشة إن كان من الأفضل للطرفين التمديد حتى الموسم المقبل. مين كان يعجبك في الفريق الشبابي وكنت تتمنى أن يكون موجود معك، أو أنك اليوم تقول سأحافظ عليه، سأبقيه في القائمة الأساسية، سأبقيه عنصر أعتمد عليه؟ عمر اليوم إداري، أوكي أتفق معك أنت تقول كلاعب، لكن كيف ستستفيد منه؟ هو خارج الملعب هو سيكون مفيد لك إداريا، لكن كيف تقول عمر ما هو لاعب في الملعب؟ عمر الغامدي لاعب سابق وهو يفهم أسرار الكرة ولديه رغبة بالتطور. أنت مدرب خبير، تعرف اللاعب السعودي تماما، عشت معه عن قرب، تنافست أنت وياه، أنت مدرب وهم لعيبة، كيف شايف وصولهم إلى كأس العالم؟ الوصول إلى مونديال روسيا يعكس أن هناك عملا كبيرا قد تحقق، سواء من المدرب بيرت فان مارفيك أو من اللاعبين أنفسهم. اليوم المنتخب مع المدرب باوزا، وهو اسم كبير في عالم التدريب ومعروف عالميا، يعكس مستوى رفيعا وسمعة مرموقة. باوزا بالنسبة للمدربين في قارة أمريكا الجنوبية هو اسم كبير. أنا شخصيا سعيد بوصول المنتخب السعودي إلى المونديال، لأنني أشعر بأنني قريب من هذا المنتخب، وفخور وسعيد بتدريب عدد من لاعبي المنتخب الحالي عندما دربت نادي النصر. في فترات كثيرة طرح اسم كارينيو كخيار مرشح من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم ليكون مدربا للمنتخب. بصراحة هل يوم من الأيام جاك وكيل أعمالك، أو حتى جاك اتصال مباشر، أو تلقيت دعوة من صديق لتمر بهذه التجربة؟ لم يقدم لي أحد عرضاً لتدريب المنتخب السعودي. نعم كانت هناك بعض التعليقات التي كنت أقرأها، وكنت أسمع أن الجهاز الفني يطالب بدانييل كارينيو لتدريب المنتخب السعودي، لكنني كنت أسمع فقط ولم يتقدم أحد لي بعرض لتدريب المنتخب.
في كل الأحوال كنت في تلك الفترة مرتبطا بعقد آخر، والمنتخب السعودي كان له مدربه، لهذا لم تتوفر الفرصة أو الوقت لتدريب الأخضر السعودي. شعرك الأشقر الطويل عندما قالوا أنك ستوقع للشباب، الجماهير الشبابية وبعض الإعلام الشبابي في السوشيال ميديا وصفوك بالليث الجديد بالشعر الأشقر، ممكن تقول عن هذا الموضوع؟ وأيضا لماذا اخترت خالد المترجم في نادي النصر ليكون مترجما لك في الفريق الشبابي؟ بالنسبة للسؤال الأول، كل شيء ممكن أن يقال على هيئتي وشعري، لكنني لا أملك تعليقا ولا أعرف كيف أجيب. أما بالنسبة للسؤال الثاني، فخالد بالنسبة لي هو مترجمي وصديقي.